Okay. Admit all. طيب إيش وين وصلنا في المحاضرة الماضية؟ آخر شيء حكيناه كان types of change. Types of change، إيش هي الـ types of change؟ كان في عنا 4 types of change: strategy, structure, technology, people. طيب إيش أحسن مثال ممكن نوضحه على التغيير على مستوى الفرد أو مستوى الإنسان؟ مين يحكي لي؟ غير حاله الواحد. يعني هذيك اليوم سمعت في الشريعة والحياة، هذا بيجي برنامج على الجزيرة كل يوم صار يجي رمضان، عن إجا امبارح كانه، لا أول امبارح، طارق شويدان. تعرفوا طارق شويدان صح؟ أكيد في منكم ناس كثير بيعرفوا طارق شويدان، هو كويتي، دكتور كويتي، وهو مؤثر جدا في مستوى الشباب، يعني بيعمل تريننج ومحاضرات في دول مختلفة للشباب، في ماليزيا وفي الدول العربية، في مختلف الدول. فكان طارق شويدان بيحكي عن النقطة اللي أنا حكيت لكم عنها في بداية الفصل، وهي عملية الوضع الأهداف. إنه الإنسان سأله المذيع، قال له الشباب اليوم أو الناس اليوم كيف ممكن يصير في عندهم همة عالية؟ فقال له الهمة العالية اللي هي إحنا بنسميها في الإدارة motivation ما بتيجي إلا من خلال إنه الإنسان يحط لنفسه هدف أهداف. وذكر نقطة أعجبتني وأكدت على الكلام اللي حكيت لكم إياه في بداية الفصل، إنه هاي الأهداف الإنسان حتى يهتم فيها وتسوي عنده همة عالية يجب إنه يحطها على مراحل، يعني تكون مثلا 4 سنوات وبعدين نقسمها فصليا كل فصل إيش أهدافه، وبعدين الأهم من ذلك إنه يكتبها تكون مكتوبة. وأنا طلبت من كل الأهداف تبعتكم تكون مكتوبة، والحمد لله في ناس من بداية فصل إذا بتتذكروا ودوا لي الأهداف تبعتهم، وقلنا إنه إحنا بدنا نشتغل عليها بطريقة تدريجية، يعني بطريقة continuous. فياريت إنه أنا قبل كم من يوم وصلني تقرير من حد منكو، مين بالله اللي بسمعني فيكو يرفع الميوت ويقول لي عن اللي ودالي إيميل حلو كثير كثير بالأهداف تبعته، موجود عندي هو بس ناسي الاسم. من هو أو من هي؟ أنا كنت حاب أذكر الاسم بس إذا موجودة أو موجود اللي بعث لي إيميل وفي تقرير للأهداف اللي بده يحققها، أسماء الكورسات والأهداف، رغم أنه طبعاً أهداف، بس هو مثال على التغيير، أنه الإنسان ممكن يغير نفسه في أهدافه، يجدد دافعيته، ممكن يغير نفسه وسلوكياته في تعامله مع الآخرين، ممكن يغير سلوكياته في دراسته، ممكن يغير سلوكياته في العادات زي التدخين مثلا، ممكن يغير سلوكياته في أنه يصير إنسان مبدع، ممكن يغير سلوكياته في أنه يعمل مشروع معين، وبالتالي في تغيير على مستوى الفردي. وهذا إحنا حابين، أو حاب أنا، أنه ما ينتهي الفصل أو ما ينتهي هذا الشابتر إلا يكون في كل واحد فيكم يستفيد منه في التغيير الفردي على مستوى الفرد، لأنه المؤسسة زي الفرد زي الأسرة. فلذلك إحنا يعني بنقدر هلا نبلش في الشابتر، وزي ما حكت نور الشابتر بدأ في
الفور تايبس أو وصلنا عند الفور تايبس of change وحكينا عنهم بشكل مختصر في المحاضرة الماضية, وبشكل غير مختصر أو بشكل مفصل في عندنا types of change. The first part or first one is strategy. يقول لك هنا failure to change strategy when circumstances dictate could undermine a company's success. يعني الفشل في تغيير الاستراتيجية عندما جاءت مثلا circumstances المشكلة الأحداث أو الظروف التي فرضت نفسها, إذا ما قدرنا نغير فتفشل المؤسسات. كثير مؤسسات فشلت بسبب التغيير اللي حصل في مشكلة الكورونا, أوكي؟ وفي مؤسسات نجحت. ليش؟ لأنها استطاعت أن تتكيف مع التغيرات التي حصلت, استطاعت أن تتكيف مع التغيرات التي حصلت. أوكي. النوع الثاني structure, changing structure components, changing structural design, changing the rules and regulations in the organization. كل هذا بيخضع للهيكل التنظيمي اللي حكينا عنه في المحاضرة الماضية. Change in technology, زي التغيير في السوفتوير, في الهاردوير, في التغيير مثلا اللي حاصل عندنا اليوم في الإيليرنينج, في التغيير في شفتوا كيف في بعض المستشفيات في الصين صاروا يستخدموا الريبوتيك ماشينز, الريبوتس في المستشفيات, الإنسان الآلي والكمبيوترايزيشن وهذه الأمور. تغيير في التكنولوجي, خطوط الإنتاج أصبحت الآن كلها ميكانيزد, كلها كمبيوترايزد, أوكي. الهيومن ريسورسز زي ما حكينا سابقا أصبحت كلها كمبيوترايزد, كلها changed, أوكي. وأهم شيء اللي هو type of people, اللي هو types of change, اللي هو آخر واحد اللي هو culture, people. نفس الشيء لما نقول culture, لما نقول people, نفس المفهوم. فهي التغير في الorganization في people, عنوانه الرئيسي organizational development, okay, organization development. Organization development حكينا عنها إذا بتتذكروا في بداية الفصل, وحاب أسمع منكم اللي يتذكر شو ربطت أنا بين change والorganization development. يلا يا مين مجد محمد, هيا مجد, أحمد. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعطيك. شو رأيك؟ تعيد السؤال لو سمحت. سؤال إذا بتتذكر, بس بجوز تتذكر ما تتذكر, إنه أنا في بداية الفصل ربطت بين الـ organization change والـ organization development. بتتذكر إشي من هذا القبيل ولا ننتقل ل أحمد حلبي؟ شو رأيك يا أحمد؟ دكتور أحمد. أحمد بتتذكر؟ لا والله. لما قلنا عن التشينج, هل إحنا منغير بهدف التغيير ولا بهدف شيء ثاني؟ يا نور تفضلي. هلا احنا حكينا انه احد اسباب التغيير هو للديفلوبمنت, وانه للبيست اوف ذا اورجانيزيشن والامبروفمنت. بالضبط. اذا وي دونت تشينج فور ذا سيك اوف تشينج, يعني احنا ما بنغير بهدف التغيير, يعني بس مشان نغير, ولو ان التغيير هو سمه الواقع, سمه العصر, لكن احنا بنغير بهدف growth, success, satisfaction, making money, helping people, expansion. That's why we change to develop. We change for development. We don't change for nothing.
وبالتالي بيجي عنوان مهم جدا عندنا حتى في طلاب بيكملوا أبحاث ورسائل ماجستير ودكتوراه، لأنه موضوع علمي أكاديمي هو في الorganization development. يقول لك والله هذا فلان خلص دكتوراه ورسالته كانت حول الorganization development، وحتى بيختصروها بطل يقولوا organization development، صار يحكوا إيش؟ مين بيعرف اختصارها؟ حرفين OD بالضبط. OD نعم OD organization development اختصارها OD. خلاص اللي هلا نصرح نكون نحكي عنها OD. أوكي فالOD change methods that focus on people and the nature and quality of interpersonal work relationships. ليش؟ لأنه الثلاث اللي حكيناهم بالأول strategy و structure و technology هذولا inactive ما بتحركوا لحالهم. التكنولوجي لو ظل عندك البلاك بورد او الوايت بورد 100 سنه وما جبت الديستنس ليرنينج زوم مثلا او ادوات الليرنينج المعاصره ما بصير شيء. طيب مين اللي بيجيب التكنولوجيا هاي وبيغير من البلاك بورد او من الترديشنال بيبر وورك للبيبرلس؟ مين هو؟ people. اوكي فبحاجه انه الاورجنايزيشن ديفلوبمنت تبدا في تغيير سلوك البيبل الناس. So OD is about changing and focusing on the behavior of people, the interpersonal relationships, the trust, communication, incentives, skill, people skill, people motivation. كل هاي تتعلق anything that starts ها begins with changing people is organization development. طبعا بيبدأ، أنا بقول بيبدأ مش بنتهي، بيبدأ في تغيير في ال people. okay change وهي التغييرات هي علمية، يعني نستخدم أدوات علمية في التغيير في ال organization development. إذن كل الثلاث أوجه سابقاً حكيناها للتغيير، أشكال التغيير، أبعاد التغيير اللي حكيناها سابقاً هون، خلينا أرجع لها هون عشان تتذكروها. تكنولوجي، ستركتشر، استراتيجي، هاي لا تحرك ساكناً لوحدها. أوكي من الذي يحركها؟ people. So people are a very important element for change. And that's why we talk about organization development. فقلنا انه في علم نستخدمه احنا في organization development. بنسميها techniques. OD techniques. وهاي مش مشان تبصموها عن ظهر قلب. لا. عشان نبين بأنه في أدوات معينة ممكن نركز عليها في عملية إيش الـ OD أو الـ Organization Development. من هاي الأشياء مثلاً اللي ممكن مرت عليكم اللي هي Team Building، بناء الفريق. بناء الفريق له أدوات يعني منظمة ومرتبة بيستخدموها في التدريب وبناء روح الفريق وعمل الفريق، لأنه أنت لما تجيب ناس مشتتين ويعملوا في دائرة الهندسة أو دائرة التطوير أو دائرة المشتريات بيحتاجوا لأن يعملوا مع بعضهم. هذه بتحتاج لعمليات معينة تستخدمها المؤسسة، وهي تحت مظلة الـ OD. يعني one of the OD techniques is to build the team so people can work together and can cooperate together and can also help each other and complete each other. كل واحد بيكمل الثاني. Okay. في عنا أيضا sensitivity training, a method
of changing behavior through unstructured group interaction. اللي هو عملية تغيير. فكل هاي اللي قدامكم هي عبارة عن عمليات بتتم في الـ OD. أوكي؟ بتتذكر وحكيت أنا في المقدمة عن مقاومة التغيير. Why do people resist change؟ في أن عدد من الأسباب هلا بتتذكروها اللي هي أول واحدة uncertainty. مين يحكي لي إيش معنى uncertainty؟ عدم الثبات. عدم حالة عدم تأكد. صح؟ اه يعني ما في تأكد. uncertainty أنا بالتغيير ما بعرف شو التغيير هو مجهول. uncertain. So I don't know what will happen tomorrow. So because of uncertainty I try to avoid change. Second habit. إيش يعني habit؟ العادة. العادة. عادات تعودنا. زي ما ذكرت لكم عن التدخين تذكروا تعودنا ندخن. تعودنا إنه ما نتباعد اجتماعيا social distancing تباعد الاجتماعي. روح على الدكاكين على المحلات تلاقي الناس مقربين على بعضهم ووجها لوجه. بدخلوا على المحل ثلاث أربعة من الباب بنفس الوقت. ليش؟ لأنه تعودوا الناس على أنه هاي إشي غريب ومش متعودين أنهم يبعدوا عن بعضهم متر ونص مترين. أوكي؟ Fear of loss أيضا. الخوف من إيش؟ خسارة. من الخسارة. طب أنا شو رح أستفيد إذا عملت كذا 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 كذا. أوكي؟ لذلك هون بيجي دور المدراء إنهم يحلوا هاي الأشياء، الغاز هاي المشاكل للموظفين. إذا الموظف خايف إنه هو لما يغير ويتبنى أهداف واستراتيجيات مؤسسة خايف إنه يخسر وقت ويخسر جهد وما يعودش عليه هذا بالمنفعة، لا، يجب إنه الإدارة تعمل له نوع من التطمين، طمنه بإنه no we are together. You will not lose anything. So people fear that they lose something. So they say in English, what do I put in my pocket? What is in it for me? يعني شو فيها التغيير؟ وين حصتي؟ وين الحصة تبعتي أنا في التغيير؟ Okay. So people fear of loss because of change. Okay. Sometimes, not all the time. يعني إذا التغيير بينطوي على أنك تقول لواحد والله أنا بدي أوديك دورة تغيير، هذا دورة تدريبية على أمريكا أو على أوروبا، أوكي، بكير. بس ليس جميع أنواع التغيير هي التي تخضع إلى المقاومة على فكرة. هذه نقطة أساسية. Belief change is consistent with is inconsistent. إيش كلمة inconsistent معناها؟ اللي هي عدم ثابت. عدم بالضبط. عدم التوافق أو التطابق with goals of organizations. ما في consistency between your goals. تعرف يعني inconsistency بالضبط. تعرف بين الأهداف المؤسسة وبين أهداف الفرد. كثير من الأحيان المؤسسات في تعارض. يعني مثلا لما نقول لك المؤسسة والله بدنا احنا عندنا المؤسسة عم تخسر، بدنا إياك بدل ما تشتغل ست ساعات تشتغل عشر ساعات مثلا ومعروف ان الواحد بيشتغل ثمان ساعات، او بدل مثلا ما انك على سبيل المثال تنتج باليوم 50 وحده بدنا اياك تنتج 100 وحده. اوكي، طب هذا يتعارض مع اهدافي انا، لانه انا كمان عندي يعني صحتي ووقتي وقدراتي وطاقتي وجسدي وكذا، وتعرض مع بيتي، مع أهداف البيتية، مع life balance. فإذا you have as a manager to understand these factors. لازم تعرف هاي الفاكتورز الناس بتفكر فيها، ولما بتعامل مع الناس أنت حتى في التغيير أوكي لازم تفهم إنه الآخرين إذا ما بدهم يمشوا معك في الهدف أو في الرؤية أو في العملية اللي بدك تكون فيها
حتى لو كانت لزيارة مريض مثلا والناس ما بدهم يمشوا معك في هذا الهدف، بدك تعرف أنه ممكن أحد هاي الأسباب، وإذا عرفت أنه أحد هاي الأسباب you can manage it. إذن دائما بنقول إحنا why do people resist to change or resistant to change is associated resistance to change مرتبطة بشغلة is associated with management of change, managing resistance. يعني why do we want to understand why people resist? To manage this resistance or to reduce this resistance. إذا تعرف إذا عرف السبب بطل العجب. If you know why people resist, you can deal with them. You can manage their resistance. Techniques for reducing, وأنا بسميها techniques for reducing, managing resistance to change. يعني ما هي الأدوات أو التكنيكات اللي بتستخدمها لتقليل المقاومة. أول شيء education and communication. Once you know that people don't like to change, you educate them, you communicate them, you talk to them every day. ففي بعض المدراء للأسف عندنا بتلاقيه جالس في برج العاجي أعلى طابق في المؤسسة، عندنا 10 طوابق في المؤسسة، وجالس في الطابق مكتبه الفاره المرتب اللي هيك بضوي ضوي المكتب تبعه، جالس في مكتبه وبصدر الأوامر والتغيير على مئات الموظفين أو عشرات الموظفين. No communication. هو مش داري حضرته بأنه في هناك مقاومة resistance، وهي المقاومة أول ما راح تطيح فيه هو، راح تخرب بيته هو، راح تكسر رأسه هو، أوكي؟ أهدافه قصدي والتغيير تبعه، ما راح ينجح التغيير تبعه. فكثير من مؤسساتنا ما بينجح التغيير لأنه المدير عنده مشاغل كثيرة ومش فاضي حضرته، وبصدر أوامره أو الإدارة العليا والمدراء بصدره وخلص، أنت يا موظف غير. طب ليش بدي أغير؟ أنا مش مقتنع، أنا كذا أنا كذا أنا كذا. ما منخش في عقليات الموظفين حتى نعرف why they resist change. Okay, so once you understand why people resist change, you try to communicate and educate and create awareness. والله في مدراء بتلاقيهم بيعمل محاضرات وبيروح بزور الوحدات المختلفة أو الأقسام المختلفة وبيقعد معاهم شو رايكو وكذا وكذا وكذا، وبعدين بيطلع حتى في رؤية جديدة في التغيير، يعني بيقولوا لا هاي بتزبط هاي بتزبطش هاي كذا هاي كذا، بيطلع من عندهم ولا هو ماخذ معاه فكرة أحسن. أوكي، فهي النقطة بالنسبة للتكنيكس كليات. أيضا النقطة الثانية، أنا مشان أقل التغيير أخليهم يشاركوا في التغيير، بنادي عليهم بقول لهم والله إحنا صار عندنا هلال كورونا ذبحتنا وفي عندنا كورونا، وبدنا إحنا نعمل كل أعمال الشركة عن بعد، كل واحد في بيته، فشو رأيكم؟ شو الأفكار ممكن تقدموها لهذه الفكرة؟ أنتوا قبل كل واحد ما يروح على بيته، إيش الأفكار اللي عندكم؟ واحد راح يقول لك كذا، واحد راح يقول لك كذا، واحد راح يقول لك. فلما هم شاركوا بصير التغيير، هم ابنهم التغيير، ولدهم التغيير بصير البيبي تبعهم التغيير. ليش؟ لأنه هم اللي شاركوا فيه. أوكي، خليهم يشاركوا، وبعدين أنت حتى إذا بدك تفرض اللي بدك إياه فرض بطريقة معينة، بس خليهم يشاركوا. أوكي، النقطة الثالثة facilitation and support. مرات التغيير زي ما حكينا عن e-learning مثلا، هذا distance learning أول ما بلشنا بتوقع كان يقطع كثير، صح؟ كان في تقطيعات وكان في مشاكل، صح يا أحمد؟ بعدين تعودنا مع الوقت، صح يا ريناد؟ صح. بعدين شو سووا؟ صار في support من صرنا نشكي إحنا للدكتور سامر سمارة اللي هو عميد الاي تي والرئيس، وعن طريق العمدة، وصرنا نقول لهم يعني في مشكلة، فصار في ايش سبورت فاسيليتيشن. ليش سبورت؟ للسيستم، السيرفرات زبطوهن شوية، زبطوا الامور شوية، يعني في احسن، صح؟ انا بحس انه احسن، صار في تقدم، صح؟ يعني بصراحة نعم بطل يعلق، أحسنت. فإذا بدك تغير أنت تقول لي والله أنا بدي إياك تغير، بدي إياك تصير مثلا عندك تمكين. حكينا عن التمكين سابقا ولا لا يا ريناد؟ تمكين لا الامباورمنت.
نعطي الموظفين حكينا لا حكينا بدنا نعطي الموظفين التغيير كان الأودي في التغيير اللي هو نعطي الموظفين تمكين. طبعا تعطي الموظفين تمكين بدك تعطيهم كمان موارد. ثاني يوم موظف يقول لك لأنك مكنتني أنا بدي أعمل هالمشروع، بدي أشتري سوفتوير، بدي أشتري كراسي، بدي أضبط المكاتب، بدي أحسن الكاستمر سيرفيس، بدي مثلا لأنك مكنتني أنا بدي أشتغل صح، مش أنت مكنتني أعطيتني تمكين أنا بدي أشتغل صح، بدي أحسن السيرفيس للكاستمر وأزيد الكواليتي للكاستمر. لذلك بدي أشتري أشياء، بدي أشتري كراسي جديدة، بدي أعمل ديكورات للمحل، بدي أضبطه، بدي أخلي الكاستمر لما يفوت عندي على الدكان يكيف. أوكي. فبقول لك شو بقول لك المدير بجاوبك؟ لا يا حبيبي فيش مصاري، فيش فلوس، روع عمك. طب أنت شو التمكين اللي أعطيتني إياه without support؟ إذا change requires support. It's very important. Sometimes it requires negotiation. رقم 4 شايفينها تفاوض، تفاوض مع الموظفين، تعالوا يا جماعة بدنا يعني إحنا في مركب واحد، تعالوا بقولك لا بدنا نخصم رواتبكم من رواتبكم مشان قضية الكورونا، نخصم 200 دينار بقولك لا والله أنا ما بقدر أنا علي التزامات يا عمي، أخصم أنا أخصم 50 أنا أخصم 60. في نيغوشيشن بصير تفاوض أوكي في التغيير. في أيضا الخامسة السادسة إيش هي؟ مين بعرف يقراها؟ Manipulation and co-optation. Manipulation and co-optation. Manipulation يعني التحايل، التحايل على الناس، على الموظفين. مرات ما بتقدر تغير إلا بالتحايل. طبعا هاي مرات والله ما بقدر، ما بطلعش بيدك إلا تسويها يعني. في بعض الظروف ما بطلع بيد الواحد المدير يعني بقصد. اللي يتحايل الواحد تحايل على أولاده مرات صح ولا لا؟ عشان يغير، عشان يسلك التغيير أوكي؟ sometimes. بس هي إذا بتقارنها مع الparticipation تطلع برا، تطلع أسوأ شيء. واللي أسوأ منها مش التحايل manipulation and co-optation، الكوريجن. الكوريجن أو كوريجن اللي هي بسموها مرات اللي هي الإكراه عن طريق العصا، عن طريق الإجبار by force. يعني معنى ذلك أنه we cancel all the above. We cancel education, we cancel participation, we cancel facilitation, we cancel negotiation, we cancel manipulation even, and we do it by force. And this is the worst thing. But sometimes you have no choice. Sometimes you have no choice. أوكي. طبعا هذولا أنا قبل ما أنتقل بدي أحكي لكم شغلة حلوة في التغيير أو شغلة إضافية في أدوات والتكنيكس. في تكنيك مش ذاكرينه الكتاب هنا أنا بدي أذكر لكم إياه، اللي هو التغيير الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وكلمة التغيير ذكرت في الآية التي قالت إيش؟ قالت إن الله لا يغير، لا يغير في أحد حتى يغير في نفسه. الله لا يغير ما في قوم حتى يغير ما في أنفسهم. يا سلام عليكم أنت وريناد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. If you want to change people, you have to change yourself so people can change. وهذا بتمثل في التغيير من خلال ما يسمى role model. إيش يعني role model؟ تغيير دورك يعني؟ يعني القدوة. role model يعني النموذج، يعني أنت تكون نموذج للآخرين. إذا كنت أنت نموذج للآخرين بيكون أفضل طريقة للتغيير إنك تغير الآخرين من خلال تغيير نفسك. يعني مثلا أنت بدك الآخرين يلتزموا بالنظام ويلتزموا بالعمل الجاد، أنت بدك تكون أول واحد فيهم، بدك تكون في المقدمة. أوكي. إذا كنت أنت تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول، ما حد راح يقتنع إلا بالطرق القسرية، إلا بالطرق
القسرية. By force. By force. فأي أحسن أنت تقنع الآخرين في التغيير by force ولا by choice؟ By choice. By choice. By role model. بالقدوة. ليش؟ لأنه by force. تخيل الفورس عصا. لما تشيل العصا بينتهي أي انتماء للتغيير اللي أنت فرضته على الناس. الفورس. لكن لما أنت تكون قدوة للآخرين وتعمل لهم نوع من أنه تقول لهم أنا قبلكم في التغيير، ما راح يكون في أنه راح تكون في كوميتمنت عالية، ما راح يكون في بس أنه والله بدنا نسوي زي هيك وانت موجود، بدنا نسوي زي هيك وعصاتك فوق روسنا. لا، احنا خلص صرنا طاقة مستقلة متجددة، سيلف انرجي، سيلف باور، سيلف يعني زي كيف السيارة اللي بتمشي لحالها والسيارة اللي بتمشي دز، سيارة بتلاقيها بدك تدزها عبين ما تمشي، بدها دز، متى ما وقفت الدز شو بصير فيها؟ بتوقف. في سيارات والله بتلاقيها زي النار طايرة. أوكي؟ فهاي التكنيكس اللي ذكرناها بدنا نضيف لها تكنيك آخر اللي هو changing others through changing yourself. changing others through changing yourself. يعني أول واحد education, participation, facilitation, negotiation, manipulation, coercion. هذولا بنضيف لهم. اكتب عندك أو تتذكر الفيديو تبعي هون لما بنزل لكم إياه، إنه changing others through changing yourself، أن تغير الآخرين من خلال تغيير نفسك. واحد بدخن، الأب بدخن بقول لابنه الكبير لا تدخنش، ما سطتش ما بتسقط. بس الأب لما يكون هو يبدأ بنفسه، ابدأ في نفسها في بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت عظيم. Leading change. Managers can make change happen successfully by three things: making organization change capable, understanding their own role in the process, and giving employees a role in the change. Okay? بواسطة رقم واحد، جعل عملية التغيير ممكنة. اثنين، فهم دورهم، دورهم المدراء في هذه العملية. ثلاثة، اعطاء الموظفين دورا في التغيير. Very important in order to lead change. It's very important to lead change. قيادة التغيير. لأنه حكينا عن التغيير أنه له أركان. أركانه المقاومة ومعالجتها، الأودي، والتغيير إذا أركان التغيير، التغيير نفسه، المقاومة والتعامل معها، والorganization development، وركن مهم جدا اللي هو القيادة. التغيير بدون قيادة صعب، ممكن لكن صعب. يعني نتكلم عن مؤسسات، المؤسسات إذا بدها تغير، التغيير يجب أن يكون في قيادة لتقود عملية التغيير وتجعل الناس يتفاعلوا مع عملية التغيير وكأنه crisis. You cannot change without making change very important in the minds of people. If you don't make change very important in the minds of people, people will relax. And the very good example is what happened in the government of Jordan, Jordanian government, our government. What they did every day, التصريحات والكلام اللي سمعناه من بالتلفزيون وكل هذا الشيء بحسك انه في كرايسيس.
لذلك لما الناس تشعر بأنه الأمر very very important إيش بصير؟ بصير فيه قيادة موفقة في عملية التغيير، لأنها تصنع نوع من الانتباه والوعي والخوف والحذر، الخوف الإيجابي طبعا، والحذر والاهتمام في التغيير. أوكي، في التدخين مثلا، في التدخين بس يعني بدكم تروحوا دقيقة واحدة بس تحكي هاي النقطة، بالتدخين إذا ما شعرت أنت أنه العملية مهم كثير ومصير حياة، تقرير حياة، تقرير يا موت يا حياة، ما بتغير. الدراسة نفس الشيء، الدراسة نفس الشيء، الأهدافك نفس الشيء، مشروعك اللي بدك تعمله لما تخرج نفس الشيء. إذا ما شعرت أنه القيامة بتقوم، إذا أنت ما سويت هذا التغيير ما بصير التغيير. طبعا بمستويات، مش يعني أنه القيامة بتقوم، القيامة طولتها تقوم، الله أعلم، علمها عند ربي. لكن بقول أنا أنه if you need to change you have to feel that there is a crisis. سماها عالم اسمه جون كوتر، سماها sense of urgency. يعني you have to feel a sense of urgency، يعني يلزم انك تعمل حالك، تحط حالك في دوامة الإلحاح، اشي ملح، اشي كارثي، اشي مهم، اشي very important. اوكي، حسب طبعا طبيعة التغيير. اوكي، حسب طبيعة التغيير. فذلك دائما هذه نصيحة لكم يا شباب، if you want to change something in your behavior or in your organization or as a leader or in your family, try to lead change, be the leader of change by role model and by making people feel that this is very 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 urgent, it's very important. Okay, إذا الناس ما شعروا معك إنه هذا الشيء important ما بصير عملية تغيير. وإحنا فعلا الحمد لله في الأردن ما صار في الأيام الأخيرة إنه عملية الكورونا هاي نزلت لصفر اليومين، ثلاث أيام، أربع أيام الأخيرة زيرو. ليش؟ لأنه في حالة من الأرجنسي تستدعي إنه الكل يتعاون والكل يهتم والكل كذا والكل كذا. أوكي، وكل الجهات تهتم، والاهتمام الأكبر من الأكبر، من القيادة للقاعدة. لاحظ إحنا الأفراد اهتمامهم بظل أقل من اللي أعلى، الأعلى الأعلى وهكذا. لذلك it's very important that you make it a very dramatic story. يعني بتعملها دراما للناس حتى هم يتفاعلوا معك ويمشوا معك. لذلك عملية التغيير عملية أرجو أنكم تهتموا بالكلام اللي بحكيه، وإذا كنتوا نعسانين شوية في المحاضرة ارجع للفيديو، ارجع له. It's very important change at the individual level, at the group level, at the organization level. Very important. But it starts with the individual. Okay? ويعني إذا في أي سؤال، إحنا عشان الوقت انتهى هنا، الله يعطيكم العافية ونراكم في يوم الأحد، واليوم في كويز طبعا الساعة 3. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، إلى اللقاء.